إن موضوع التكوين الهندسي وسبل الارتقاء به، فحبينا ناخذ فكرة عن أهم الخطوط العريضة اللي وردت في هذه الندوة. هذاك علاش باش نرحب بسي أسامة خديجي اللي هو رئيس عمادة المهندسين التونسيين أو عميد كذلك المهندسين التونسيين. مرحبا بك. وبيك عايشك، نشكرك على الاستضافة ونشكر من خلالك كل مستمعي الإذاعة الوطنية. يعيشك، مرحبا بك في كل وقت. حابين نشوف لماذا الندوة هذه وأهم أو فحواها كذلك وأهم ربما التوصيات اللي خرجتوا بها ولا الملاحظات اللي سجلتوها أيضا ودونتوها وعملتوا على ربما فتح ملفاتها. احنا عقدنا ندوة صحفية عشية امس باش نطلعوا الرأي العام الوطني عموما وكل المهتمين بقضايا الهندسة بالقرارات اللي اتخذها مجلس عمادة المهندسين مؤخرا واللي تتمحور حول طريقة التعاطي مع إشكالية طلبة المدارس الهندسية الخاصة اللي تم تعليق ترسيمهم السنة الفارطة في فيفري الفارط من قبل الهيئة المؤقتة اللي كانت تشرف على تسيير العمادة إثر الحراك اللي خاضوه طلبة المدارس الهندسية العمومية في السنة الفارطة واللي دام حوالي شهرين واللي معناه كان يندرج تحت شعار ولا تحت راية الارتقاء بالتكوين الهندسي ومعناها جودة التكوين الهندسي. نعم. وكان معناها من رفع طلبة هذه طلبة المدارس الهندسية العمومية مطالب عديدة من جملها معناها توحيد معناها معايير الدخول إلى المدارس الهندسية ويعني اعتماد معايير الجودة في التعليم والتكوين الهندسي بالنسبة لكل المدارس إلى جانب معناها مطالب أخرى واللي معناها الحق هي تفاوتت المطالب نتاعهم بين ثم من تطرف فيها إلى معناها حد المطالبة بإغلاق كل المدارس الخاصة ومنهم من توسط معناها طالب أنه تكون عندنا معايير جودة واضحة وشفافة في قبول تلاميذ البكالوريا اللي باش يترشحوا للمدارس الهندسية تكون معناها يجتازوا طالبوا بأنه كل التلاميذ يجتازوا المرحلة التحضيرية أي توحيد معناها مسالك الدخول إلى المدارس الهندسية باش معناها يكونوا الناس الكل على قدم المساواة. نعم. احنا معناها كما قلت الهيئة المؤقتة أخذت قرارا بتعليق ترسيم هؤلاء الطلبة. أي. عندما تولى مجلس العمادة جديد لقى نفسه أمام معضلة. شنو هي المعضلة؟ فاش تتمثل؟ تتمثل أنه يعني المطالب هي في عمومها مطالب معقولة، يعني ثم إشكالية حقيقية في تونس تتمثل في تدهور جودة التكوين الهندسي وهذا ملاحظ في المدارس الهندسية الخاصة. أي. على وجه الخصوص اللي تكاثرت بصفة يعني كبيرة خاصة بعد الثورة وإحنا نعرف أنه مثلا في سنة 2010 كان العدد الجملي من المتخرجين المهندسين المتخرجين حوالي 4300، بعد خمس سنوات في 2015 عندنا ما يقارب 8500، إذن فما طفرة كبيرة وفما تضاعف للعدد مما معناه أصبح ثم إشكاليات في تشغيلية المهندسين. البطالة بدأت تظهر في القطاعات الهندسية تتراوح عموما بين 10 إلى حتى 40% في بعض الاختصاصات الفلاحية وهذا معناه يعزى إلى كثير من الأسباب من جملة هذه الأسباب وتكاثر هذه المدارس ويعني مساهمتها في إخراج ومعناها متخرجين بوتيرة معناها كبيرة لا تتماشى مع التطور الاقتصاد التونسي وقدرته على استيعاب المهندسين معناها بصفة يعني نعم. الرأي العام يقول لك سي أسامة وقت اللي معناها كثرة المدارس هذية معناها فما إقبال على الاختصاص هذا وبالتالي فما معناها مواطن شغل وتوفر أكثر مواطن شغل مفروض هكا معناتها الرأي العام يقول هو كثرة الإقبال هو جاي منيش هو كثرة يعني المتخرجين الناجحين في البكالوري تعرف احنا السياسات السابقة اللي مشات في يعني إكثار عدد الناجحين في البكالوريا لأنها أصبحت معناها هي في المتناول عموما مقارنة بما نعرفوه قبل
البكالوريا الصعبة اللي كانت يعني بكالوريا تصفي كثير من المترشحين. تكاثر عدد التلاميذ مع أنه كثير منهم ما تكونش أعدادهم معدلاتهم معدلات عالية تخولهم الدخول إلى الكليات والمعاهد اللي معناها رصيدها قوي، خلى أنه كثير منهم اللي عنده طموح أنه مثلا باش يعمل الهندسة وما نجمش يدخل للمدارس الهندسية العمومية والمدارس التحضيرية يمشي للمدارس الخاصة كخيار، معناها باش معناها يمارس ويدرس الاختصاص اللي هو يرغب فيه، رغم اللي أنه المعدل اللي نجح به ممكن معناها ما يلبلوش معناها هذا الطموح في المدارس العمومية. بالتالي معناها كان هو حل لشريحة من التلاميذ المتوسطين، وكذلك معناها فما شكون معناها زاد اختار أنه يزاول دراسته في معناها هذه المدارس رغم أنه معناها عنده معناها ممكن معدل طيب، النتيجة ممكن زاد توفر الإمكانيات المادية لديه، لأن نعرف أنه هذه المدارس معناها باش واحد يزاول فيها الدراسة نتاعو لابد أن تكون عنده معناها إمكانيات مادية صحيح تحول له شيء. لكن احنا الإشكال فين؟ احنا معناها لو كان واحد يرجع معناها بالزمن إلى سنوات مضت وقت اللي بدأت تتكون هذه المدارس، معناها ممكن يكون عنده موقف ياخذ وقتها، وكنا نتمناه أنه العمادة اللي كانوا مشرفين على عمادة المهندسين وقتئذ كانوا معناها خذوا الموقف اللي معناها خذته عمادة الأطباء، والأطباء أنهم رفضوا أنه يكون فما مدارس معناها كلية طب خاصة، فهمت معناها لي في نظرة تقول أنه لابد من الحفاظ على جودة التكوين مثلا الطبي وأن يكون تكوين طبي عمومي، معناها ما يدخلوش التكوين الخاص. لكن احنا اليوم احنا في سنة 2015 وقت اللي تسلمنا المهمة متاعنا نلقاو عنا واقع عنا 28 مدرسة هندسية معناها يأمها آلاف الطلبة، معناها ما نجموش احنا بجرة قلم تجي تقول انا هالواقع هذايا ما نعترفش به ونمحيه. نعم ونمحيه. نعم فقرة توا خمس سنين التالي واربع سنين التالي وقت اللي مشاو باش يقراوا في المدارس هذه حتى طرف ما قال لهم انكم معناها اذا كان دخلتوا وزاولتوا معناها دراستكم هنا وباش تتخرجوا راه ما يتمش الاعتراف بكم، بل اكثر من هكا اليوم يعني هذه المدارس الهندسية الخاصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعترف بها، وعندما يتخرج المتخرجون منها يعني يأخذوا المعادلة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثم أن تجي العمادة معناها وتقعد تعلق يعني ترسيمهم هنا فما تناقض. وبالتالي احنا هذي اللي دفعنا أنه باش نعملوا مقاربة أخرى، هي مقاربة يعني فيها جانب أخلاقي تجاه الطلبة هذم اللي هما سابقين على قرار التعليق، وفي نفس الوقت تحفظ معناها حقوق الهندسة وتضمن جودة التكوين الهندسي. فيما يتمثل هذا الإجراء؟ أول شيء قلنا أنه الناس هذوما القدم الكل نرفع عليهم معناها إيقاف الترسيم، معناها رجعوا رسموه. الناس اللي تخرجت في 2012 و2013 و14 و15 حتى للسنة الجامعية الحالية احنا باش نرسموهم، ولكن بالموازاة مع ذلك باش نعمل لجنة ستكون فيها كفاءات معروفة هندسية مشهود لها بالخبرة والنزاهة. نعم. سوف تتولى تقييم هذه المدارس الهندسية الخاصة وفق معايير مضبوطة، مثلا المعايير كما شروط قبول الطلبة عندها، شنية المعدلات اللي تقبل بها، قديش عندهم نسبة مهندسين نسبة سمحني مدرسين قارين، قديش نسبة التأطير للطلبة، مدى توفر التجهيزات المخبرية الملائمة لطبيعة التكوين الهندسي اللي قاعدة معناها تقدم فيه هذه المدرسة أو تلك. على أساس هذه المعايير احنا باش نصنفوا المدارس، فما مدارس يحتمل أنها باش تستجيب لكل معايير الجودة، وبالتالي احنا وقتها باش ناخذ قرار بترسيم المتخرجين منها. يحتمل أنه باش تخرج مجموعة أخرى تستجيب جزئيا، معناها من أربعة معايير نلقاو مثلا تستجيب لمعيارين وزوز معايير لا تستجيب لها. احنا رسموا في هذه الحالة المتخرجين منها، ولكن مع إعطائها فترة إمهال لمدة معينة باش تدارك في المعايير اللي ما تتوفرش عندها. نعم. وممكن نلقاو انه مدارس اخرى
اللي هي ما تستجيبش بالكليه معناها حتى معيار، وهذه ما نشبش الرسمه معناها المتخرجين منها. وبالتالي معناها فما ناس قاعدين توا يتفاعلوا حتى على المواقع معناها الاجتماعيه يقولوا انه العماده يعني تخلات وخانت الامانه برفعها معناها تعليق الترسيم، مش صحيح. لكن احنا نحبوا كيف باش نقولوا احنا رانا باش نمشيو في اتجاه معين، لابد انه نحطوه من الاول وباش تبدا الناس على بينه. كيف انا بعد ما نعمل التقييم نتاعي وننشر نتائج التقييم ونقول انه المدرسه الفلانيه راني مانيش باش نرسم معناها المتخرجين منها، تولي الراي العام على بينه وما يحب، واللي معناها باش ياخذ هذا بعين الاعتبار ما يمشيش يقرا في المدرسه هذه. فهمت؟ اما من جي انا بطريقه معناها بعديه نقول انه اللي قراه توا 5 سنين ولا 4 سنين انا مانيش باش نرسمه، هذا فيه اشكال اخلاقي كبير لابد انه ناخذوه بعين الاعتبار. حاجه اخرى، لو هذا الكل احنا ما مشينا فيه الا بعد ما تاكدنا من توجه وزاره التعليم العالي والبحث العلمي انها ماشيه في احداث هيئه مستقله للاعتماد، انستانس داكريديتاسيون، اللي هي هيئه مستقله يوكل اليها تقييم المدارس الهندسيه الخاصه والعموميه. ولكن هذايا معناها ما تعرف هي هيئه معناها ممكن تكون في شكل وكاله، احداث وكاله لابد من نصوص قانونيه وكذلك لابد من اعتمادات في الميزانيه، وبالتالي معناها الوزاره تامل انها تكون الوكاله هذه تشتغل ان شاء الله في اوائل سنه 2017، ان شاء الله معناها يكون هذا صحيح. في الفتره هذه اللي تفصلنا على معناها هذا التاريخ، احنا كعماده قررنا ان نتحملوا مسؤولياتنا من خلال اللجنه اللي باش نحدثوها وباش تقوم بالتقييم لهذه المدارس الهندسيه، وبالمعناها باش تعمل الاجراءات اللي كنت نحدثك عليهم. وبالتالي هو معناها حسب تقديري انه يعني خيار وحل متوازن، في نفس الوقت معناها يحاول انه معناها يحافظ على جودة التكوين الهندسي ويدافع على الشيء هذا، ولكن في نفس الوقت معناها يتسم بالواقعية، لأنه فما واقع موجود ما اخترناهش احنا، ناس معناها قرأت في هالمدارس هذه وتخرجت ولا بد أنه معناها تاخذ شهادة الترسيم اللي تخوله باش يشارك في المناظرات على غرار بقية المهندسين. وإذا كان يا خويا معناها كما يقولوا أنهم هذوما الناس معناها ما عندهمش كفاءة وإلا التكوين نتاعهم تكوين فيه إخلالات كبيرة، وقت اللي باش يتقدم للمناظرات الوطنية وكذا معناها ممكن ماهوش باش يكون كفء باش ينجح فيها، هكا ولا لا؟ نعم. وبالتالي خلي معناها المناظرات هذه تصفي وسوق الشغل يصفي، معناها إن حتى في القطاع الخاص، القطاع الخاص بالطبيعة باش يحاول ينتدب الناس اللي عندها مواصفات الكفاءة. إذا كان هذوما ما عندهمش تكوين سليم وما عندهمش تكوين صحيح، معناها أكيد ما همش باش يلقاو حظهم في سوق الشغل، وباش يكونوا معناها الطلبة الآخرين المتخرجين من المدارس الهندسية العمومية اللي هما أحسن مستوى باش يكونوا أكثر حظوظ في سوق الشغل، لأنه سوق الشغل ديما يلوج على الكفاءة. وبالتالي معناها حتى الواقع هذا باش يكون معناها غربال جيد على اساس معناها الكفاءه والجوده. نعم، لكن كان كثير انه معناها كانهم المدارس الخاصه الكل معناها اللي اختصاصها الهندسه ماهيش ولا بد. هو شوف معناها تم انشاء احداث لجنه خاصة بإصلاح التكوين الهندسي في وزارة التعليم العالي بعد الحراك اللي قاموا به طلبة المدارس الهندسية العمومية في سنة الفارطة، وضمت هذه اللجنة خيرة الأكاديميين والمختصين في مجال التكوين الهندسي بما فيهم معناها من القطاع الهندسي الخاص، وقامت بتشخيص معمق لواقع الهندسة في تونس من خلال معناها جرد ويعني تشخيص للوضعية في المدارس الهندسية العمومية والمدارس الخاصة. عموما التقرير هذا أفرز أنه الأغلبية الساحقة من المدارس الهندسية الخاصة لا تستجيب لأغلب معايير الجودة. ما نقولوش لكل معايير جدوى، لكن لأغلب معايير جدوى ماهيش متوفرة. معناها صحيح لو فما مدارس ومعناها حتى يعرفوها الناس والرأي العام اللي حتى عندها معناها دي سيرتيفيكاسيون معناها من الخارج في بعض الشهادات والاختصاصات اللي تدرس فيها، ولكن عموما فما إخلالات معناها جوهرية وإخلالات كبيرة لابد من تداركها، وإن لم يتم تداركها معناها فإنه معناها لا تعتبر هذه المدارس معناها متماشية مع معايير الجودة. هذا واقع احنا نقروا به، ولكن هذايا احنا ما تعرف العام خاطر زاده معناها كما نقولوا جارت مياه كثيره
بعد الحراك اللي تم مع مناول، وحتى هذه المدارس الهندسية الخاصة البعض منها على الأقل بدأ ماشي في منهجية الاعتماد، معناها الأكريديتاسيون، معناها قاعد يحاول يأهل نفسه ويطور نفسه في سبيل تحسين جودة التكوين متاعه. وهذاك علاش احنا قلنا ماناش باش معناها نعتمدوا على تقارير أو تشخيص معناها عنده أشهر، لابد أن نعاود معناها التقييم ونقوم التقييم بعملية التقييم بأنفسنا باش ناخذ بعين الاعتبار المجهودات اللي قاعدة تبذل الآن من قبل بعض المدارس التكوين الهندسي، وباش معناها كل واحد ياخذ حقه في الأخير. نعم، على كل حال أنا معناتها فما شكون من التلاميذ اللي شفتهم جديين في الدراسة، معناتها شهادة الحقيقة، لكن نرجع لكلامك بعد بار فما لجنة وفما معناتها ناس مختصين وانتم الأقرب لمثل المواضيع هذه. على كل حال شوفتي أسامة، أنا خليتك معناها وضحت الرؤية بطريقتك أنت على كيفك كيما يلزم بتكون واضحة الرؤية هذية، لكن عموما معناها الاختصاص هذا اختصاص مهم. احنا اذا كان نرجع طوال التاريخ الهندسة، ولا اذا كان حتى باش نزوره بلدين قول ما نمشيو نمشيو لما بقي من بناءات بنيت في تلك العهود، وهذا دليل كبير على أهمية الهندسة واللي هي تعطي جمالية للمكان وللبلاد أيضا، وتعطيها مكانة أيضا في قطاع حساس، قطاع مهم جدا. هي هو الهندسة ممكن القطاع ولا المهنة الوحيدة لأينما تلتفت تلقاها قدامك. صحيح. يعني في كما قلت أنت في البناءات وفي المعمار باش تلقى الهندسة، في الصناعة بأنواعها باش تلقى الهندسة، في الزراعة باش تلقى الهندسة، في ما نأكل نلقى الهندسة، في ما نلبس النسيج تلقى الهندسة. الهندسة يعني هي في كل مناشط الاقتصاد، والهندسة هي قاطرة التنمية. المهندس معناها أينما كان هو يعطي قيمة مضافة للإنتاج، يعطي قيمة مضافة للإنتاج المعملي، يعطي قيمة مضافة للإنتاج الحقلي، يعطي قيمة مضافة للإنتاج الخدماتي، معناها في البرمجيات والإعلامية وغيرها. ومعناها معنى بلاد، إذا كانوا نقولوا بلاد القطاع الهندسي فيها متأخر فهي بالضرورة بلاد متأخرة، وإذا كانوا نقولوا بلاد القطاع الهندسي فيها يشكو بطالة فهي بلاد مأزومة. وبالتالي لابد أن معناها الهندسة تاخذ مكانها الطبيعي كقاطرة للتنمية، خاصة في بلادنا اللي عندها أمال كبيرة باش تحسن معناها من مستواها الاقتصادي وباش تعمل عملية إقلاع إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله إن شاء الله زادة قريبا أنت تكون بحذينا ونحكي على هالقطاع هذا ويكونوا معك بعض كذلك أصحاب الاختصاص. شكرا شكرا لك سي أسامة الخريجي عميد المهندسين التونسيين، وتحياتي. شكرا.